السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم متابعين الكرام في فيديو جديد على قناة الأفضل لصحتك. في فيديو اليوم سأقدم لكم طاجين السمك بالخضر، وإليكم المكونات: كيلو جرام من سمك الفرخ، ويمكنكم استعمال أي نوع تفضلونه، زيت الزيتون، حبتي جزر مسلوقتين نصف سلقة ومقطعتين شرائح، حبة فلفل أخضر وحبة فلفل أحمر مقطعتين دوائر بعدما أزلنا منهما البذور، وحبتي فلفل حار أو ما نسميه بالسودانية، حبة طماطم كبيرة مقشرة ومقطعة دوائر بعدما أزلنا منها البذور، قشرة ليمونة حامضة مصبرة مقطعة على شكل شرائح طولية، لب الليمون الحامض المصبر، كمية من البقدونس والكزبرة مفرومين، 4 فصوص من الثوم مقطعة شرائح صغيرة. والبهارات: لدينا ملح، ونضيف فقط القليل منه لأن الليمون الحامض والزيتون يحتويان على نسبة كبيرة من الملح، لذلك لا يجب أن نكثر منه. ملعقة صغيرة بابريكا أو مسحوق الفلفل الأحمر الحلو، ملعقة صغيرة من الكمون، نصف ملعقة صغيرة كركم، ربع ملعقة صغيرة أو أقل من الإبزار أو الفلفل الأسود، بالإضافة إلى سيقان البقدونس والكزبرة وكمية من الزيتون الأحمر. والآن لنمر إلى الطريقة. بسم الله نبدأ. في إناء واسع نضع كمية من زيت الزيتون، نضيف عليها لب الليمون الحامض والبقدونس والكزبرة المفرومين والثوم، ثم التوابل، ونخلط الكل حتى نحصل على صلصة السمك. نضع فيها قطع السمك ونقلبها في الصلصة جيدا ونتركها تتشرب بعض الوقت. نشعل الفرن ونضبطه على نار متوسطة، نضع عليه صفيحة معدنية ثم الطاجين بعدما وضعنا فيه عيدان البقدونس والكزبرة. نضع فوق هذه العيدان قطع السمك، ونحتفظ بالصلصة المتبقية لكي نسكبها فوق الخضر. نغطي قطع السمك بدوائر الفلفل الأحمر الحلو والفلفل الأخضر،
نضيف شرائح الجزر المسلوق ثم دوائر طماطم ونسكب فوق الكل ما تبقى من صلصة السمك ثم نزينه بشرائح قشر ليمون الحامض وحبتي الفلفل الحار ثم الزيتون الأحمر نضبط الفرن على نار هادئة ثم نغطي الطاجين دون أن نضع فيه ولو قطرة ماء لأن الخضر والسمك يحتويان على الماء وسيفرزانه أثناء الطهي بعد مرور حوالي نصف ساعة من الطهي هذه هي كمية الماء التي أفرزتها الخضر والسمك نراقب الطاجين من وقت لآخر حتى يكتمل نضجه ولا يتبقى به ماء وهذا هو طاجين السمك بعد نضجه أتمنى متابعين الكرام أن تنال وصفة اليوم إعجابكم أشكركم جميعا على وفائكم ودعمكم وتشجيعكم المستمر وبمناسبة حلول شهر رجب لعام 1442 هجرية أبارك لكم ولجميع المسلمين والمسلمات حلول هذا الشهر المبارك اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وفقنا الله وإياكم لكل خير وصلاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.